الحصار واحد من أقدم أساليب الحرب، ممكن يستخدمها جيش على جيش، ممكن جيش يستخدمها على مدنيين عزل، كانت السبب في نهاية حروب وبداية حروب. لكن النهاردة احنا هنتكلم عن حصار جيش الكيان لأهالينا في قطاع غزة. لما جيش يحاصر جيش هنقول تمام، دي خطة عسكرية اخرها وسيلة لإجبارك على الاستسلام. لكن لما جيش يحاصر مدنيين بغرض تجويعهم وتعطيشهم، دي بقى ما فيهاش من الإنسانية شيء، وما فيهاش ريحة أخلاق الحروب. يا حبيبي، الحروب ليها أخلاق وقواعد وقوانين بتحمي حقوق المواطن وحقوق الجندي، قوانين مكتوبة وموضوعة في الأمم المتحدة. فمش عشان بتحارب حقك تبيد أو تقتل أو تعذب. وعلى فكرة بقى، حصار غزة مش حاجة جديدة، دي حاجة بقالها 16 سنة. غزة تعتبر أكبر سجن مفتوح في العالم، أهلها في الأوقات العادية لا كانوا يقدروا يخرجوا ولا يدخلوا ولا يطلعوا منها غير بتصريح من اللي ما يتسموش. حتى بحر ربنا يا أخي محوطين عليه، عاملين موانع وإقفال في ميناء غزة عشان يعزلها عن العالم كله بحرا وبرا، وحدودها الوحيدة هي حدود رفح اللي محكومة بأعراف وقوانين دولية. اللي بيعمله دلوقتي جيش الاحتلال بعد طوفان الأقصى إن واحد خد على قفاه، فمعرفش يعمل حاجة غير إنه يضرب في الناس العادية، مرة يقصفوا المدنيين بالطيارات، مرة يستخدموا أسلوب حصار التجويع. وده بيحصل بكام طريق. أول حصار بيعملوه هو حصار قطع المية على غزة، كان بيحصل في الأول بشكل متقطع لكن دلوقتي بيحصل بشكل دائم. بقى الحل قدام أهل غزة محطات تحلية البحر اللي أصلاً واقفة بسبب الطاقة، فبقى الحل قدام أهل غزة إنهم يشربوا من البحر حرفياً، وده طبعاً ليه كوارث كتير صحية، أو يعتمدوا على المياه الجوفية. أما بالنسبة لحصار الأكل فده بيعتمدوا من زمان، الاحتلال قاطع على كمية الأكل اللي بتدخل للقطاع بشكل يومي، هو بيحسب السعرات الحرارية اللي هتدخل في جسم كل واحد من أهلنا في غزة، بيعملوا لهم دايت ولاد أحبة. هو بكده شايف انه ممكن يمنع المقاومة انها تخزن اكل، فيقول لك مثلا لو عدد سكان غزة 2 مليون يكفيهم من البروتينات كذا، فلو بقى كذا وزيادة ما يدخلش. هو كده فاكر نفسه ذكي. ده اللي كان بيحصل في الايام العادية قبل طوفان الاقصى، يعني كانوا محددين عليهم الاكل والشرب. كل اللي حصل ان الوضع بعد طوفان الاقصى بقى اسوأ بكتير، فغير ان هو بيمنع الاكل والمساعدات انها تدخل، ده كمان بيقصف اماكن الاكل الموجودة. ما بقاش قدام سكان غزة غير المخابز، فبقى يستنى اكبر عدد من الناس تروح تقف في طوابير ويروح يقصف المخبز للناس اللي واقفة. غير بقى ان قطع الكهرباء والغاز منع كتير من التلاجات انها تشتغل، وبالتالي الاكل اللي جواها باظ، الاهالي بقت بتطلع اخر اكل عندها، وارتفعت اسعار السلع الغذائية بشكل مبالغ فيه. ايام حصار مستشفى الرنتيسي الناس كانت بتقول انها بتاكل التمر وورق الشجر وبتشرب من المية الجوفية، هيعملوا ايه؟ ما هو مفيش حاجة ياكلوها حرفيا. وطبعا مع منع الاكل والشرب منع الكهرباء والوقود، فالعربيات هتتحرك ولا تلاجات حافظة اكل هتشتغل، الاجهزة في المستشفيات وقفت، غير ان الاحتلال بيحدد في المساعدات اللي يدخل واللي ما يدخلش، ومنع معظم المعدات والاجهزة الطبية، لدرجة ان العمليات بقت بتتعمل من غير بنج. انت متخيل الالم وحجم المعاناة؟ اكتر رد مهذب هو رد احمد زكي في فيلم معالي الوزير. عمرك شفت سفالة اكتر من كده؟ عارف بقى الصهاينة اتعلموا الاسلوب ده من مين؟ مش هتساب، من اليهود نفسهم. بس المرة دي مش كانوا هما اللي بيعملوها، كانت بتتعمل فيهم زي ما هما اللي كانوا بيقولوا وبيحكوا. ركز معايا كده عشان الكلام الجاي على موت. اللي حصل ان أدولف هتلر زعيم النازية كان يطيع العمى ولا يطيع اليهود، ودي الاسباب كتير. المهم ان هتلر كان بيضطهدهم وكان بيجمعهم في احياء خاصة بيهم، الاحياء دي كان اسمها الجيتوهات، هناك كان بيتفرض عليهم اللي يتاكل وإيه اللي ما يتاكلش، وإيه كمية الأكل اللي تدخل واللي ما تدخلش، اللي هي أصلاً كانت قليلة وبعد كده بقت أقل. واللي كان بيعترض أو بيخالف الأوامر ياخدوه من السيء للأسوأ هناك بقى على معتقلات النازية، وهناك بقى كانوا بيروقوا عليه شوية حمامات كريم وسبا وبخار كتير كتير قوي، ويفضل يشتغل لحد ما يموت. ده غير المحارق اللي هتتسمى بعد كده بالهولوكوست، ودي بقى كانت اخر ليفل او ليفل الوحش. مش بس اليهود اللي كانوا في المانيا اللي كان بيتعمل فيهم ده، كان بيلحقهم من بلد لبلد، فهم بالظبط بيعملوا اللي اتعمل فيهم من سنين. وبدل ما يحس بالمعاناة ويقرر انه ما تتكررش تاني، لا
دول كانوا اخر ناس يعملوها بشكل تعسفي. بما ان كلامنا دايما عن السينما، فبرضه هوليود وجبت مع اصحابها، قدمت افلام بتصور المجاعه اليهوديه وتعسف ووحشيه النازيه قصادهم في افلام كتير، ومن اهمهم فيلم ذا بيانست وقائمه شندلر. اما اكبر واخطر حصار اتسبب في مجاعه المدنيين فبرضه كان من نصيب الالمان ضد مدينه لينينجراد السوفيتيه، الحصار اللي تسبب في موت 900,000 انسان من الجوع والقصف. ورجعت ذكرى الحصار ده يتجدد تاني على لسان رئيس روسيا الحالي بوتين، اللي طلع فتره وشبه الحصار بالحصار اللي بيحصل في غزه، لكن رغم كده روسيا هي اللي انتصرت في النهايه. فان شاء الله ربنا يكتب النجاه والنصر لاهلنا في قطاع غزه. ما تنسوش بقى اهلنا في القطاع من دعواتكم، وتعملوا لايك وسبسكرايب.